وعلى رأسهم سيادة اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك. والحقيقة يمكن هو اللي ما يعرفوش، يمكن كثير من زملائنا في الجهاز المركزي للمحاسبات، عن السيرة الذاتية المشرفة لسيادة اللواء عاطف، إنه بدأ حياته العملية ضابطا للشرطة، تولى فيها رئاسة نيابات المرور قبل نقل تبعيتها للنيابة العامة وقت أن كانت تابعة لجهاز الشرطة، ثم تدرج في مناصب مختلفة الحقيقة أثرت فكره ونظرته الثاقبة للعمل التنفيذي وللعمل الرقابي بشكل، إحنا الحقيقة حرصنا على الاستماع لتجربته من خلال المراحل اللي مر بيها من تعيينه مستشار للسيد وزير البيئة ثم للسيد وزير النقل والسيد وزير التضامن والعدالة الاجتماعية ورئيس للجنة الاستهلاك المستدام بجامعة الدول العربية وأخيرا رئاسة جهاز حماية المستهلك. الحقيقة إنه الندوات اللي احنا بنحرص حرص شديد على عقدها في الجهاز المركزي للمحاسبات هدفها التواصل مع المسؤولين في كل قطاعات الدولة. يعني احنا في برنامج هيعقد بشكل منتظم لهذه الندوات بالإضافة للدورات التدريبية، هذا لا يغني عن ذلك، لأن توسيع ثقافة أعضاء الجهاز جميعا لا يقف عند دورهم الرقابي فحسب، ولكن يجب أن يكون معلوم للكافة أن التواصل بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة الرقابية وتفهم المعوقات التي قد تنشأ ما بين الأجهزة الرقابية وبين المسؤول التنفيذي كل فيما في اختصاصه وفي موقعه شيء هام بالنسبة لنا جميعا في أداء عملنا، لأن المفهوم الخاطئ أو الشائع لدى الكثيرين الحقيقة إنه الأجهزة الرقابية هي أجهزة معوقة للمسؤولين التنفيذيين بمختلف مستوياتهم الوظيفية في الدولة، وهذا قول مغلوط وغير صحيح. هو الهدف من إبراز عمل الجهاز المركزي للمحاسبات كجهاز رقابي يختص بالتدقيق المحاسبي، وهو يمكن الجهاز الأوحد في مصر اللي يطلع بهذه المسؤوليات دونا عن سائر الأجهزة الرقابية الأخرى التي قد تكون دورها الرقابي مقصور على جمع المعلومات أو البيانات أو التحريات دون الفحص المستندي اللي بيخلص فيه الجهاز إلى رصد قصور في مستوى الأداء في الجهاز الإداري والحكومي. الحقيقة إنه هذا الرصد للتجاوزات المالية والإدارية ليس هدفا في حد ذاته، ولكن الهدف اللي بنسعى ليه كجهاز رقابي معني بالفحص المستندي هو أن نكون العين الأمينة لكل مسؤول في الدولة في موقعه حتى يصل بقراره إلى القرار الأصوب والأسرع في معالجة مشكلات كل مؤسسة وكل جهاز بيتولاه مسؤول تنفيذ. احنا الحقيقة يمكن همزة الوصل اللي بيننا وبين جهاز حماية المستهلك فيما يتعلق بتقارير الجهاز وما يرصده من قصور في بعض مؤسسات الدولة وأجهزتها، ويمكن كان حديث قبل ما نلتقي بحضراتكم عن دور الإدارات المركزية للخطة وتقويم الأداء وعلى وجه الخصوص خطة اقتصاد وخطة إنتاج في رصد الظواهر اللي قد تؤثر على المستهلك في النهاية وعلى المواطن في الخدمات التي يتلقاها. يمكن حضراتكم من خلال تقاريركم في الخطة بترصدوا ظواهر سلبية، احنا معنيين ان احنا نصل الى الوجه الاخر من هذه المنظومة اللي بتهدف في النهاية لصالح المواطن، وهو ان نستمع الى اراء المتخصصين في جهاز حماية المستهلك وعلى رأسهم سيادة اللواء عاطف يعقوب حتى نقف على
النقطة التي نؤدي بها أداء أفضل سواء بالنسبة لجهاز حماية المستهلك أو بالنسبة لجهاز مركز المحاسبات، لأنه فكرة التواصل بين المؤسسات لا يجب أن نحرص عليها جميعا. إحنا مش في قطيعة مع مؤسسات الدولة، بل حريصين على التواصل مع كل مؤسسات الدولة بلا استثناء، نزيل اللبس أو الفهم المغلوط اللي قد ينشأ لدى بعض المسؤولين في أن الجهاز المركزي كجهاز رقابي قد يكون معوق. هذا قول إحنا حريصين على أن إحنا نصححه، وإذا كان هناك من تعويق إحنا حريصين أيضا أن نستمع إلى وجهات النظر المتباينة في هذا الإطار حتى نصحح ونقوم من أدائنا على الوجه اللي بننشده جميعا. أنا مش عايز أطيل على حضراتكم عشان ما أخدش الوقت. حماية المستهلك ده اتجاه ظهر في القرن الماضي منذ العشرينات في أمريكا، من كاتب أمريكي سنة 1924 طلع كتاب وقال نقودك تهمك، وابتدى يتكلم ازاي ان الواحد يحمي فلوسه من خلال ان هو لا يتعرض للغش والخداع، وان في خلال ان هو معاملاته اليومية في الشراء ان هو يأمن من الغش. اواخر الخمسينات اصبح في جماعات ضغط في امريكا لحماية المستهلك، اتقابلوا مع جون كينيدي قالوا له انا احنا عايزينك ان انت تتبنى حقوق المستهلك. المجتمع الأمريكي اللي هو فاتح الدنيا ما يقول لك تنافسية، ما فيش حاجة اسمها حماية حقوق مستهلك، احنا فيه تنافسية. فقالوا لهم لا، التنافسية لا تعني ان الراجل اللي هو اهم جزء في هذا المنظومة اللي هو المستهلك يجب ان يكون ليه حقوق واضحة وموجودة داخل حتى التنافسية. فقال لهم طيب تدعموني لو وصلت البيت الأبيض انا هتبنى هذه المفاهيم. ففعلا كينيدي وصل بيت الأبيض في 15 مارس سنة 1962. جون كينيدي ألقى بيانه المشهور أمام الكونغرس الأمريكي، ولأول مرة تذكر حقوق للمستهلك في مجال مثل هذا المجال، وكلم على أربع حقوق أساسية: حق أن هو يسمع، حق أن هو في التعويض، حق أن هو في المعلومات، حقه في المشاركة في اتخاذ القرارات. الأمم المتحدة راحت لقط الخيط، قالت والله دي حاجة لطيفة قوي، طب ليه ما ندرس القصة دي؟ قعدوا يدرسوها من سنة 62 لسنة 1985، وطلعوا الثمان حقوق اللي احنا شغالين عليها دلوقتي حاليا، اللي هي الحقوق بقى فيما بعد: حق اللي هو المعلومات، حق اللي هو اللي يحصل على السلع والخدمات بكرامة، حق اللي هي العادات والتقاليد، حق اللي يعني الثمن. هتبصوا حضراتكم ان هم الثمانيه اللي هم موجودين لو قدامكم اي نوع من اللي هي المطبوعات بتاعت الجهاز هتلاقوا ثمان حقوق موجودين امام حضراتكم. سنه 1999 الامم المتحده كانت بتقيم الالفيه الثانيه، فمن الحاجات اللي هي انتهت ان هي من حقوق الانسان هي حقوق المستهلك. يعني بعتت للدول الأعضاء الجمعية العمومية، وما نقول الجمعية العمومية يعني أكبر جهة موجودة في الأمم المتحدة، قالت لهم ضمنوا حقوق المستهلك ضمن الإطارات التشريعية، واعتبروا أن حقوق المستهلك ده ضمن حقوق الإنسان. احنا دايما عندنا فكر أن حقوق الإنسان ده حق بس اللي هي إيه، حقوق المرأة وحقوق اللي هي الممارسات السياسية، إنما الثمان حقوق الأساسية للمستهلك ده ضمن حقوق الإنسان اللي هي الأمم المتحدة بعتتها للدول الأعضاء. 23 دولة دخلتها في الدساتير بتاعتها. إحنا في سنة 2006 لما اتفتحت البلد للتنافسية كده على الغارب، فجينا على استحياء طلعنا قانون اسمه قانون حماية المستهلك، مكون من 24 مادة، في بعض المواد فيه بتقيد النصوص اللي موجودة فيه. يعني مثلا احنا كان مفروض لما دخل مجلس الشعب كان قالوا ان الفاتوره وجوبيه، فجم الناس قالوا لا يا عم الفاتوره وجوبيه ايه، واحنا مستعدين لموضوع الفاتوره وجوبيه، فخليها الفاتوره وجوبيه لو طلبها المستهلك. طب يحصل عملا ايه دلوقتي؟ ان يجي حد يروح لاي بياع يقول له والله انا سمعت رئيس جهاز حمايه المستهلك امبارح بيقول ان من حقي ان انا اخد فاتوره، انت اديني فاتوره، يقول له طيب هدي لك فاتوره بس هحط لك 10%.
فقول له لا متشكر مش عايز حاجة، ياخد الحاجة ويرجع البيت تطلع بايظة، يرجع يقول له انت اديتني حاجة بايظة، يقول له انت مين؟ في اللي يثبت ان انت خدتها من عندي، انت رحت جبتها من حتة تانية ما عرفكش. طيب ان انت يجي ما يديلوش فاتورة، يقول له اه بس انت عديت الـ 14 يوم. فكل هذه الاشياء خلتنا ان احنا نتجه بعد 25 يناير، احنا قلنا بعد 25 يناير قلنا ان هذا الجهاز يجب ان يكون اداة فاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية. يعني ايه تحقيق العدالة الاجتماعية؟ يعني اشتري حاجة بمليون جنيه وتقول لي بايظة هتجيلي هلازم ان انا احميك، تشتري حاجة بجنيه يبقى انا لازم ان انا احميك واديك قدر الاهتمام والمعاملة زي اللي انا بديها اللي هو المليون جنيه. فاحنا قلنا احنا عايزين نطور هذا الجهاز، وقلنا لازم ان احنا نبتدي من حيث انتهى الاخرون وليس من حيث بدأ الاخرون. فجينا رحنا عملنا توأمة مع المانيا وفرنسا واسبانيا، في توأمة ابتدت سنة 2012 في 15 مارس، لان 15 مارس اللي هو التاريخ اللي أدلى به جون كينيدي بالبيانه المشهور، الامم المتحدة اعتبرته ده اليوم العالمي لحقوق المستهلك، وجميع العالم في 15 مارس في العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للمستهلك، وبيبقى فيه بنتكلم على أنشطة احنا بنتبناها كل سنة، محور مثلا اللي هو سلامة الغذاء، محور يكون مثلا ترشيد الطاقة، ممكن يكون اللي هي الخاصة بالمستهلك، بنتبنى هذه المحاور كل سنة. اللي اما جينا نطور عملنا مشروع التوأمة اللي هو ابتدى 15 مارس 2012 وانتهى 15 مارس 2014، قلنا أربع محاور أساسية عشان إن احنا نلحق بركب الناس اللي هي سبقتنا. فقلنا أول إطار اللي هو الإطار القانوني، لأن من غير قانون يبقى احنا ما عندناش أرضية ولا خلفية بنشتغل عليها. المحور الثاني إزاي نرفع من قدرات اللي هي الكاباسيتي بيلدينج بتاعة الجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية اللي بتعمل في مجال حماية المستهلك. المحور الثالث اللي هو البنية التكنولوجية والرسالة الإعلامية، وإزاي إن احنا يبقى فيه تواصل ما بين الجهاز ويقدر إن هو ينقل الأفكار ويعكسها، وكمان يتلقى من العاملين في الإعلام أو في المجتمع إيه اللي بيجرى عشان يبقى فيه نوع من الرصد الحقيقي لما يجرى في حماية المستهلك. المحور الرابع اللي احنا بنقول عليه اهم محور بنشتغل عليه اللي هو محور المجتمع المدني. ومحور المجتمع المدني لان ادوني مليون واحد وتعالى قولوا لي احمي المستهلك، هقول لك انا ناقص عندي 89، لا انا مش عارف اعمل حاجه. انما اديني 100 او 120 زي ما احنا شغالين دلوقتي في جهاز حمايه المستهلك او 140 وهنقدر نعمل عمل مؤثر، لانك انت لازم بتتعامل ازاي ان انا اقدر أكون منسق مع كل الأجهزة الرقابية اللي هي اللي موجودة وكلنا نعمل معا في مجال حماية المستهلك. زي عشان كده احنا أنشأنا في جهاز حماية المستهلك اللجنة العليا للرقابة على الأسواق، وقلنا إن حماية السوق المصرية بتبتدي من بره مش بتبتدي من عندي، فعشان كده ممثل فيها رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، رئيس مصلحة الجمارك، مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، رئيس قطاع التجارة الداخلية، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع في وزارة التموين، رئيس هيئة المواصفات والجودة، رئيس هيئة الرقابة الصناعية، المساعد وزير الصحة للصيدليات، وكيل أول وزارة الصحة للبيئة ومراقبة الأغذية، جهاز حماية المنافسة، جهاز حماية اللي هو تنظيم الاتصالات، وعندنا السجل التجاري برضه ساعات بيجي، وإذا لقينا إن في حد عمل متعلق بندعوه. وحاليا بننشئ ما يسمى بشبكة الإنذار المبكر، بقى انا لو رصدت حاجة ما ينفعش ان انا استأثر بيها، لان في ناس ممكن تتأذى لو انا الأجهزة الرقابية الاخرى ما عرفتش بيها. مثال، مرة رصدنا احنا كل ما بنخش الصبحية بنقول لأولادنا وبناتنا اضربوا كلمة ريكول كلهم في مجاله، يعني احنا عندنا ادارة مثلا للسلع المنزلية اللي هي ديورب الجودز اللي هي العربيات للأدوية، فبيجي لو ريكول لقينا في أي بلد في العالم
ان السلعه اللي هي اللي موجوده اللي احنا بنتكلم ان هي استدعيت لانها فيها عيب، عندنا في القانون بيقول ان هو على الشركه اللي هي تكتشف وجود عيب في السلعه اللي هي طرحها في السوق، اذا لقت عيب ان هي تقترني خلال 7 ايام بان هي في عيب في دي، وتوقف خطوط الانتاج وتسحب السلع المعيبه وتقترني بخطتها في سحب السلع المعيبه، الا لو كان العيب مس بالصحه والسلامه فيجب عليها انها تقترني فورا. مثال، جت مره شركه نيسان قالوا لي لو سمحت احنا عايزين نيجي نقعد معاك، اهلا وسهلا. فتجم قعدوا قالوا لنا احنا كان عندنا في 8500 عربيه، العربيات دي اكتشفنا عيب في مصدر الفرامل، فاحنا لغايه دلوقتي سحبنا 6000 عربيه وصلحناهم، بس احنا يعني جايين نختار حضرتك عشان نقدر ان احنا نحط خطتنا لل 2500 عربيه اللي جاء اللي هم الباقيين. قلنا لهم طيب وانتم مش عارفين ان القانون بيقول لك ان انت يجب عليك تخترني في خلال 7 ايام او لو الصحه ودي مصدر فرامل يعني فوري؟ فقالوا احنا معلش وسمعتنا. قلت لهم طيب نكمل وبعدين نتحاسب. هنعمل ايه؟ بتاع اسوان هيروح فين؟ بتاع الاقصر هيروح فين؟ بتاع هنا حددنا الورش والخطه اللي هي الكومبلاين اكشن بلان او الخطه التنفيذيه اللي احنا هند بيها نجيب نسحب العربيات عشان تتصلح. وهم بعد ما اتفقنا على الخطه وهنعلن ازاي في الجرايد وهم بيسلموا، قلت لهم وبالمناسبه انا هعمل لكم محضر واحولكم على النيابه العامه. قالوا ايه ده بجد؟ قلت لهم وانا بهزر في شغلي؟ مش انتوا خالفتوا القانون؟ يبقى اللي يخالف القانون يتحمل، لان احنا فيش في مجال مجاملات، احنا بندي رساله ان كل جميع المواطنين متساويين في حقوق والواجبات، فاللي يغلط يتحاسب، فانتوا غلطتوا يجب ان انت تتحمل حساب. الكلام ده حصل مع شركات معظمها مثلا مرسيدس فورد مش عارف ايه بتاع فولكس فاجن، لان احنا اهم شيء وانت بتتعامل عشان تكتسب احترام الموجودين يجب ان انت رسالتك تبقى واضحه ان انت لا بتهزر في شغلك ولا بتجامل في شغلك، وبالتالي ان اي حد ان هو بيغلط يتحمل نتيجه غلط، وخصوصا اذا كان الغلط ده ممكن يعرض حياه او صحه المواطنين للخطر. فاحنا مجرد ان احنا بنلقى ان في يعني مثلا كان عندنا قبل كده في منتج لقيناه في امريكا اسمه اوكسي اليت برو، ده بيحرق الدهون، وجات امريكا الاف دي اي اللي هي منظمه هيئه سلامه الدواء والغذاء والدواء، لقت ان هو بيموت الناس وبيعمل فشل كبدي وكلوي وامراض اضطراب نفسي وامراض قلب، فسحبت ب 25 مليون دولار من السوق. فاحنا جينا نقول طب نشوفه عندنا، لان احنا بنقول ايه؟ الوقايه خير من العلاج. يا صحه الدواء ده مسجل عندكم؟ قالوا لا. يا رقابة على الصادرات واردات يا جمارك عدى عليكم؟ قالوا لا. نسكت؟ لا. بعتنا احنا عندنا، لان احنا دلوقتي لما احنا جينا نقنن وضع الجهاز بقينا عندنا سلطة الضبطية القضائية، وسلطة الضبطية القضائية ده معناها ان الوقاية خير من العلاج. بدل ما انا اقعد اتعامل على ردود فعل، الوضع الطبيعي ان احنا نبتدي يعني دايما نقول للناس لو انا حلت لك مشكلة والمشكلة دي كان ممكن ان انا امنحها تحصل لك، ما تقوليش متشكر، تقولي انا لسه زعلان منك لانك انت اللي وقعتني واخدت من سلامي النفسي وحطيتني في اضطراب ان انا في مشكله لغايه ما تحل. وده اللي نفسنا ان دايما ان احنا ازاي ان احنا يبقى المجتمع فيه سهوله ويسر في التعامل، بحيث ان احنا ما يبقاش عندنا المشاكل بتيجي منين؟ لما يعني ما بيبقاش واضحه الخطوط فالناس بتخش في مناطق هي مش بتاعتها. فاحنا عشان كده اما تدي رساله ان القانون موجود للكل، فالكل لازم ان هو يحترمك ويحترم عملك ويحترم ان هو ما يقعش في مسؤوليه، لانه عارف ان ما فيش عندك في القاموس بتاعك معلش ومش عاملها تاني. يبقى احنا طالما في القانون والقانون ان هو بيقول 1 2 3 يبقى كلنا لازم ان احنا نحترم هذا القانون ونطبقه. احنا حاليا اما جينا نتكلم فاحنا عاملين اللي هي اللجنه العليا دي بنتبادل فيها المعلومات، وحاليا بننشئ شبكه للانذار المبكر. انا عرفت مثلا دواء زي كده اللي احنا لقيناه بعد كده بالرغم ان هو ما دخلش من منافذ الشرعيه، لقيناه عند سلسله من السلسلات اللي هي الصيدلات المشهوره جدا،
وانا هنا يعني اللي هي مفروض بتتعامل على الكمبيوتر بتاعها يعني عايزة تعمل عضلات وهو فيه سم قاتل لانه بيؤدي ساعات لحالات وفاة. وعلى رأي دكتور واحنا بنفحص قال لي انت ناسي ان القلب عبارة عن عضلة، وانت بتتعامل ان انت بتدخل للجسم حاجات هرمونات وبروتينات وما تعرفش تأثيرها ايه، وان هي لازم تأثر على عضلة القلب. فاحنا اما جينا نفتح هذا الملف مع الاسف لقينا ان المنتجات اللي هي غير مرخصة عند برضو احد اهم سلاسل الصيدليات اللي كان موجودة، وكان عنده 7 أدوية برضو وكده موجودين مش مسجلين، وكانت رسالة ورحنا اعلناها وحولناها للنيابة. المهم ان احنا لقينا وظبطنا وعندنا احنا كلنا احنا عندنا دلوقتي سلطة ضبطية قضائية وعندنا مفتشين وعندنا ادارة عامة للتحريات بتشتغل. يعني امبارح كان من احد القضايا اللي ظبطناها الاعلانات المضللة اللي احنا كلنا بنشوفها، اللي حضراتكم شايفين ان احنا يعني اصبحت افلام جنسية وليست اعلانات فقط بتوصل للتلفزيون. احنا بنقول لو واحد رايح السينما ومعاه اسرته لا يفتت للكبار فقط بيلف. فالنهاردة دخلت البيوت اعلانات مضللة واعلانات فيها نوع من الاخلال بالعادات والتقاليد. احنا مش ضد الابداع انما ضد الاسفاف. ففي مواصفة قياسية للاعلانات اسمها المواصفة رقم 4841 لسنة 2005. المواصفة دي بتتكلم على الاشتراطات الواجب توفرها في الاعلان، ان هو ما تعلنش على حاجة غير قانونية، ما يعلنش على سلعة غير موجودة زي في موضوع الفنكوش، ما تعلنش على ان حاجة فيها اخلال بالكرامة، ان هي بتحس الاولاد ان هي تبقى تعوق الاباء يعني عاقين للاباء. الحاجات دي كلها ليها مواصفات ان هي بتتكلم عليها. فما احنا بنراجع احنا كان عندنا مشكلة في رصد الاعلانات المضللة، انما قدرنا نتغلب عليها مؤخرا جزئيا. وليه بقول جزئيا؟ لان احنا انشأنا في جهاز حماية المستهلك مرصد لرصد المحطات الفضائية اللي هي بتذيع 24 قناة 24 ساعة. عندنا اولادنا بيجوا يفتحوا الصبحية ويشوفوا ايه اللي تم اعلان اللي هو بثه في خلال ال 24 ساعة، ولو لقوا ان فيه بيتكلم على منتجات بناخد الاعلان ده ونكون ان احنا سجلناه ونبعت مثلا يا صحة المنتج ده موجود عندك، يا مش عارف ايه عشبة ابن علي ده انت بسجله، يا معهد قومي للتغذية ده المنتج ده الزيت اللي بيقولوا بيطول الشعر وبيأثر الشعر وبيخسس و فلو جالنا الرد لا يبقى اصبح عندنا قضية مكتملة. بنحط السيديهاية مع الرد مع الرأي القانوني ونبعت على النيابة. مشكلتنا في المواضيع دي ايه؟ ان احنا لغاية دلوقتي رصدنا حوالي 2000 إعلان اللي تحولوا للنيابة حوالي 250 تقريبا. ليه؟ لان الباقي جاي لنا من الأقمار الصناعية الأوروبية، القمر الصناعي الأوروبي وعرب سات ونور سات اللي كان بيتزعم المنطقة الحرة اللي هي الاستثمارية في الأردن ودبي والبحرين وأبو ظبي. قدرنا من خلال اتصالاتنا مع اللي هم الأجهزة هناك إن احنا ابتدوا دلوقتي بيقفلوا رايحين قبرص. عشان رايحين قبرص كان في لقاء الأسبوع اللي فات وكنا ابتديناه من قبل كده إن احنا مع الانتربول إزاي إن احنا نبعت نقول لهم دي جريمة بترتكب على أراضي المصرية بتبتدي من البلاد الأوروبية عشان نقدر إن احنا نقدر نسيطر عليها من منبع. وده اللي بخلينا بقى بنعمل ايه؟ بنكلف إدارة التحريات تروح متصلة كأنها من الناس اللي عايزة تشتري، يقول لهم إن احنا ابتدى أنا عايز أشتري، أنت فين؟ تجي لي في الحتة الفلانية. أنا حاجة بقى إنك تقول لهم أنا عايز أجي لك الشركة يقول لك لا احنا هنبعت لك مندوب عشان ما حدش فيه بيعرف المندوب ده يبقى حلقة الوصل بالظبط ايه. وقع المندوب نفسه ساعات ما بيعرفش هو بيوصل المنتجات لمين ومن مين، يعني فبيدوله عنوان تروح تحصل وترجع لنا ياخدوا منه فلوس.